شهر 5 من عام 2023 وزارة التعليم خرجت واحد مذكرة وزارية اللي كترسم فيها شكل جديد ديال المدرسة الابتدائية في المغرب، وهذا الشكل الجديد دارته بشكل تجريبي على 626 مدرسة ابتدائية في المغرب. وفي فبراير من هذا العام 2024 خرجت مذكرة جديدة تقول فيها باللي هذا الشكل الجديد ديال الابتدائي غادي نزيدو نوسعوه على 2000 مدرسة جديدة، على أساس في الموسم الدراسي ديال 2027-2028 تولي كل شيء المدارس الابتدائية فيهم الطريقة الجديدة ديال التدريس. وهذه الطريقة الجديدة سميتها المدارس الرائدة اللي كنسمعوا عليها بزاف وقليل فينا اللي فاهم شنو واقع. الوزارة كتقول هذه القضية إصلاح عميق في منظومة التعليم في المغرب، وطبعا حنا انفو كنسمعوا الوزارة خرجت شي بلان تتحلوا عينيه كنقولوا يا ربي شي مصيبة. علاش؟ حيتاش اخر فضيحة خرجت الوزارة هو نظام التعاقد ديال الاساتذة المتعاقدين اللي اكثر من 8 سنين هما الاحتجاجات وروينا، وهاد اللعيبة خرجت الوزارة وسمتها اصلاح. تخيل اصلاح ادى بنا الى كارثة في التعليم زيادة على الكوارث اللي كانوا قبل، والكوارث كاملين كنا داوين عليهم في هذا الفيديو اللي كتدوي على تاريخ التعليم في المغرب. راه فيه شي ارقام وحقائق صادمه وطلعت هي الاولى في الطوندوس المغربي، يعني غادي تستمتع تفرج فيها ما غاديش تضيع وقتك. بغيت نعرف اشنو الحاجه اللي منعك انك تابون عندنا في القناه؟ راه لابونمون ديالك تتخلينا نتحمسوا ونستمروا في هذا المحتوى. وبالي ورينا دغيا يلا سير كمل. اكثر حاجه كنسمعوا كتخرج لينا من هذه المدارس الرائده هي واحد الكلمه ديال طارل، واللي كتعني تيتشين ات ذا رايت ليفل. طبعا ملي كتسمع طارل كتخيل لك سميتي ساندويتش، حتى انا بحالك. هادشي علاش في هذا الفيديو غادي نحاول نشرح لك كلشي بالتفاصيل. غادي ندويو على واحد التقرير خرجوا مركز بحث جيبال، وهذا المركز اللي خاطر وثقيل ومعروف واللي كيكريتيكي السياسات الحكوميه بالعلم والرياضيات. والارقام اللي خرج على هذه المدارس الرائده اللي تيستات في المغرب فعلا صادمه. غير خليك معايا غادي تمحي الاميه وتفهم مزيان شنو هما المدارس الرائده، لانهم تاثروا على 4.6 مليون طفل مغربي اللي كيقراو اليوم في الابتدائي هما والديهم، لان بحالهم مازال القضيه عندنا غامضه، لانه مع الاسف المؤسسات ديالنا هكذا كدير، ما تتزوج كاع لا. فعطيني عقلك مزيان حتى تمشي ناضي عاوتاني. بدينا هاد الفيديو برعاية جلوفو. جلوفو كيمكن لك كتاجر او صاحب مطعم انك تحل المحل ديالك اونلاين وتكبر المبيعات. وهاد العالم ولاو فيه فلوس كثيرة خصوصا ورا كورونا. الملايين ديال المغاربة اليوم كيستعملوا تطبيق جلوفو، وهذا بوحدو اشهار نقي لخدمتك الا كنتي في جلوفو. الارقام كتقول كل مطعم كيفتح المحل ديالو في جلوفو المبيعات ديالو كتطلع بتقريبا 20%، والكليان في الدار مقدي عندك وانت ماز محط. جلوفو كتكلف حتى توصل السلعة عنده للدار، وعندهم سونتر دابيل خدام 7 ايام في السيمانة. يعني اتهنى دخل الموقع عندهم او الرقم اللي كتشوف باش حتى انت تحل المحل ديالك اونلاين. شكرا لكم جلوفو، بلا بكم ما نقدروش نديروا هذا المحتوى. كمل. مع التطور العلمي والاقتصادي والتكنولوجي والصراع على القوة اللي عرفوا العالم هاد 100 عام، ولا واحد السؤال مطروح بشكل قوي واللي هو اشنو اللي كيخلي الانسان يكون منتج وهز راسه وكيساهم في اقتصاد ديك البلاد اللي عايش فيها بشكل واعر؟ في الحقيقة الجواب على السؤال واخا كيبان صعيب راه نسبيا سهل، واللي هو اللي كيخلي الانسان يكون بحال ما هكدا هو القدرات اللي عنده في الدماغ. الصعوبية ماشي في الجواب على السؤال الاول، الصعوبية في الجواب على السؤال الثاني، واللي هو اشنو اللي كيخلي انسان عنده قدرات كتخلي منه انه يكتسب معرفة رائعة ويكون منتج في المجتمع وفعال اقتصاديا والربح وراه اكثر من الخسارة، اشنو؟ وما بين الناس اللي جاوبوا على هذا السؤال كان واحد العالم ديال الاقتصاد سميتو هيكمان، واللي خرج لنا واحد المبيان شهير بسببه خد جائزة نوبل الاقتصاد، واللي تيقول فيه العائدات على الاستثمار في التعليم ديال الأطفال كتكون كبيرة إلا كان في سن صغير، وكتقلل ديك العائدة ديال الاستثمار مع حد الإنسان تيكبر. يعني إذا مثلا حطيتي $1 على واحد الإنسان ما بين 0 و 3 سنين في التعلم، عرف أنه الإنتاجية اللي غادي يعطيك ملي غادي يكبر كتكون ساويت قريبا واحد $7، وهذا غير مثال. في حين إذا مشيتي حطيتي نفس $1 على إنسان من بعد ما كبر وسالى وبدا خدام في التعلم، العائد ديالك غادي يكون دائما ايجابي، غادي يرد لك ولكن بنسبه اقل من اللي كانت فاش كان صغير. تقريبا نقولوا كيعطيك واحد $3 على الاستثمار ديالك. مع مرور الوقت عمليه التعلم كتكون صعيبه ومكلفه جدا، والسؤال المنطقي هو علاش؟ وبغيتك تبعني هنا مزيان، حيت الجواب على هذا السؤال هو الفلسفه اللي مبنيه عليها المدارس الرائده من الاصل. والجواب كتختصروا هاد التصويره اللي كتشوف قدامك. هاد الصوره كتبين تشابكات ديال الخلايا العصبيه عند الانسان مع مرور الزمن. الى لاحظتي ما بين يلاه تزاد حتى ولا عنده عامين، تشابكات ما بين الخلايا العصبيه اللي وسط الدماغ ديالك
ديالو ولات كثيره بزاف، ومن بعد سن ديال العامين كتبدا تنقص بشوي بشوي كيف ما كتشوف في التصويره ديال شخص بالغ، راه التشابكات فيها اقل من شخص عنده عامين، وهاد التشابكات هي الاساس في التعلم ديال الانسان. كلما كانت كثيره ومنظمه كلما كان انسان عنده قابليه للتعلم كبيره. النقصان ديال التشابكات عند الانسان البالغ مرتبط بالتحفيز ديالها اللي كان عنده في المسار ديالو من الصغر حتى كبر، قد ما تعلم وهو صغير قد ما كيدوزوا اشارات ما بين الخلايا وكيخليوا هذوك التشابكات الاشارات كدوز فيهم خدامين ومستمرين وكتشد بلاصتها، والا ما تحفزوش هاد التشابكات بالتعلم ديال الطفل ما كتبقى دير والو، ما كدوش فيها كاع الاشارات، وبالتالي الدماغ كيتخلص منها لانه الدماغ ما باغيش شي حاجه تاكل ليه الانرجي، وهاد العمليه كتسمى تقليم. وبالتالي ملي الطفل تيكبر وكيبغي يتعلم شي حاجه جديده راه كيتخلقوا دوك التشابكات من جديد، يعني كيتصاوبوا من الزيرو، وهاد العمليه كتكون ثقيله ومكلفه. هادشي علاش الانسان ملي تيكبر كيصعب يتعلم. التعليم اللي في الفتره اللي فيها تشابكات في الدماغ كثيره بشكل طبيعي هو السر ديال القوه اللي عند الدول العظمى، واللي كيستمروا في التعليم الاولي مزيان، واللي كينتج ليه طبعا انسان متعلم وعنده قدره انتاجيه باقل كلفه. مثلا فرنسا في عام 1980 100% من الاطفال اللي كان العمر ديالهم 4 سنين كانوا في التعليم الاول يعني الروض، وحنا في عام 2024 يلا عندنا 78% من الاطفال اللي عندهم 4 سنين اللي كاينين في الروض، باقي كاع ما وصلنا ل 100%، الناس وصلوا ليها في الثمانينات، يعني حنا ابعاد جدا. المغرب هاد السنوات الاخيره وعى اخيرا لهذا المشكل وقال خاصني نستمر في التعليم الاولي، ومن الحوايج اللي كيبينوا انه عليه السميه ديال الوزاره، مازال ما كانت سميتها وزاره التربيه الوطنيه والتعليم، ولات سميتها وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي وزادوا عليها الرياضه. والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه هذه سنوات وهي بدلت الاستراتيجيه ديالها، بدل ما بقات كتبني في الحيوط ولات كتستثمر في الانسان، وحاليا التعليم الاولي في البوادي راه شادينو جمعيات اللي كتمولهم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وهذا موضوع اخر حتى ندوي عليه في حلقه خاصه على المبادره براسها. وباش الدوله تحقق الهدف ديالها ويكون عندها انسان منتج وفعال وبعدد كبير وضخم باش تولي هي قويه، خاصها ترد البال للدماغ ديال الانسان من هو صغير قبل لا كاع يتزاد، باش تضمن انه يكون ما امكن عنده القدرات اللي تخليه يكون داك الانسان اللي بغات. وهذه القضيه راه كتبدا من مرحله الحمل. فتره الحمل الا كانت الام كتعاني من ستريس او لا ولدت قبل الوقت او لا تعذبت في الولاده او ما كتاكلش مزيان، يقدر يكون عنده تاثير سلبي على قدرات الطفل. ومن بعد الولاده الماكله ديال الاطفال مثلا الرضاعه الطبيعيه كتعاون مزيان في القدرات ديال الدماغ، او لا كياكل بعض المواد اللي خطيره بحال ماده الرصاص اللي خرج فيها تقرير صادم كيقيس كميه ماده الرصاص عند كل دول العالم، واللي قالوا فيه باللي 5 ميكروغرام في كل ديسيلتر في دم الانسان كيكون عندها تاثير سلبي. الانسان اللي تيكونوا فيه هذه الكميات تيكون اكثر غباء وكيكونوا عنده افعال عدوانيه شويه صعر جاعر. ومع الاسف التقرير تيقول باللي المغرب وبعض الدول بحال بنغلاديش اطفال ديالهم في الدم ديالهم نسب كبيره من ماده الرصاص. التقرير تيقول اكثر من 1,800,000 طفل فايتين العتبه ديال 5 ميكروغرام في كل ديسيلتر، وتيقول التقرير بسبب العطريه او حتى الاواني ديال الفخار بحال دابا هذاك الغراف اللي فيه القطران او الحجر ديال التليكوم. المهم قلت لكم هذه المعلومه باش تردوا البال مع اولادكم، وطبعا كان رد رسمي من المغرب اللي تيقول بلي هادشي مبالغ فيه بلا ما ندخلوا في هاد التفاصيل. المهم العوامل الخارجيه من اكل سيء او لا معيشه فيها ستريس القاصح ديال الفقر تيقدروا ياثروا على قدرات الطفل في التعلم. الدول باش تضمن انه يكون عندها ناس منتجين خاصه تجاوب على هذا السؤال لا يقل اهميه، واللي هو ها وما عرفنا القدرات خاصهم يكونوا، السؤال اللي عندنا كيفاش يكتسبوا هذه القدرات، وباش نعرف اي ناس خاصو يكون عنده واحد القدرات معينه حتى يوصل الانسان منتج واعر، اشنو خاصو يكون كيعرف في العام الاول في العام الثاني في العام الثالث، شنو هما القدرات اللي خاصو يكون عنده. والجواب على هذا السؤال راه ما كاينش في دفتر واحد، راه هو تراكم ديال بزاف دراسات علميه اللي كيدرسوا الاطفال وتجاوبات ديالهم باش كيعرفوا القدرات اللي خاصهم يكونوا عندهم، وهذا الشيء كثير ومشعب ومرود. مثلا الدري فاش يلاه كيتزاد تلقاو باللي ان عنده واحد القدرات فطريه اللي بها كيبقى عايش، مثلا الرضيع ملي كيتحط عليه زيف كيشوف كيفاش يدير باش يحيدو على وجهه، يدور يدبر راسه، اولا كيقدر يعرف وجه باه امه من دون الناس. هاد القدرات مهمين اللي ما كانوش راه مشكل، وفي هاد الفتره ما بين 0 و 3 سنين راه فتره مهمه، لانه 80% من دماغ الطفل كينمو في هاد الفتره هذه، والتحفيز ديال الدماغ راه مهم الرضع هاد الوقيته. التحفيز بحالاش بحال ديك نغا ماما هاد اللعيبات حتى هما مهمين للطفل، التفاعل اللي كيخلي دماغه خدام والتشابكات خدامين. ومن بعد 3 سنين كيبدا يتلاقى مع العالم الخارجي، وهذه هي المرحله ديال الروض ما بين 3 سنين و 5 سنين. في هاد المرحله الدماغ ديالو كيكتسب ادوات مهمه اللي كيبقاو مع حياته كامله، واللي كيتسماو بالوظائف التنفيذيه، واللي كيمكنوا الانسان من التخطيط
التركيز، الانتباه، التذكر، التوفيق ما بين مهام متعدده وتنظيم المشاعر. هاد القدرات راه هما لا باز الاولى المكتسبه، الموتور باش كيخدم الانسان من اجل اكتساب معرفه جديده اللي غتعاونو في المستقبل. وهذا الشيء علاش هاد المرحله ديال 3 سنين 50 التعليم الاولي مهمه جدا وكيستمروا فيها الدول ومقاتلين عليها. هذه هي الاساس. دراسه لقاو الاطفال ما بين 3 سنين و 4 سنين تيقدروا يحسبوا حتى الرقم 4، وكاين اللي كيقدر يحسب حتى الرقم 10، ولكن الجسيد ديال هاد الرقم 10 في الواقع ما كيقدرش عليه، غير بحال اللي قلتي كيحفظه. الا قدر يجسد في الواقع يعني يكتشف الاشياء بالعدد ديالهم، حدو يعرف لك هذه 1 2 3، ولكن رقم 10 ما تيقدرش تخيله في الواقع. وهكذا مثلا 6 سنين كتلقاهم كيوعاو الارقام، ولكن الفروقات ما بين الارقام كتبان لهم مختلفه. مثلا ما بين رقم 10 و 20 تيبان لهم المسافه بيناتهم كبر بزاف، ما بين 80 و 90 رغم ان بيناتهم نفس الاعداد 10 10. ونفس الشيء هو كيكبر فلاج كيولي ميتريز يعرف شنو هو 10 20 90، ولكن في الالاف كيترون. في الالاف تيبانوا لي الارقام البعد بيناتهم قصير وهذا بعيد وكذا. دونك الدراسات كيحاولوا يجاوبوا على هاد اللعيبه. هاد اللعيبه شنو كتسمى؟ كتسمى لي كومبيتونس، وهاد الكلمه غادي نستعملوها بزاف لان هي الاساس اللي مبنيه عليه المدارس الرائده. وغير واحد المعلومه، هاد الدراسات على قدرات الاطفال راه ما كتقولش العام الثالث خاصو يكون عارف هذا الشيء ولا بد، وانما كتعطي غير واحد الطيف، كتقول لك ما بين هذا العام وهذا العام خاصو يكون كيعرف هذه القدرات، يحسب 1+1 يكون كيعرف اللغه كذا، يكون كيعرف هذا الحرف كذا. كل واحد فتره زمنيه عنده واحد القدرات معينه خاص الطفل يكتشفهم باش نقولوا راه في الاخر غادي يولي منتج واعر. هذا الكم الهائل من الدراسات اللي حدد لنا هذه القدرات، الوزاره كتصوب على اساسهم واحد الكتاب طويل سميتو المنهاج، واللي هو وثيقه رسميه من عند الوزاره. مثلا المنهاج ديال 2021 خد 4 سنين في التصاويب، وفي المنهاج الامور كتسهل شويه ملي كتقراه. راه تيقول لنا كل سنه دراسيه اشنو خاص الطفل يكون كيعرف. مثلا في التحضير تيقول لك الطفل خاصك الا قريتي عليه واحد النص ما بين 40 و 50 كلمه يفهم اشنو كيتقال، وعلى اساسه يدير واحد مهام معينه، ويقدر ينتج لنا واحد النص شفهي في 20 كلمه، ويقدر يكتب نص في 10 كلمات. وهاد القدرات كيقول لك اش خاصو يكون عنده في الرياضيات، اش خاصو يكون عنده في الفرنسيه، في العربيه، وهكذا. وما حدك انت كتطلع في العام ما حد القدرات كيتزادوا صعوبه. مثلا الطفل خاصو يقدر يفهم ويحلل نص كيوصل حتى ل 400 كلمه، وخاصو يقدر ينتج لنا نص شفوي من 70 كلمه، ويكتب لنا نص كتابي من 60 كلمه. الوزاره كتقول باللي بنات هذا المنهاج على الدراسات العلميه، وللاسف في مراكز التكوين الاساتذه اللي كيخدموا بهذا المنهاج باش يقراو الاطفال ما كيكونوش تيعرفوا هذه الدراسات العلميه، يعني ما كيفهموش تركيبه الدماغ ديال الاطفال. اشنو كيجيو يقريوهم؟ كيجيو يقريوهم وسائل التدريس، كيفاش تقري، ولكن الاستاذ ما تيكونش فاهم الطفل. مع الاسف هذا الشيء اللي كاين. ورغم انه كيبان انه دار مجهود كبير باش يتصاوب هذا المنهاج، الا انه النتائج ديالو في الواقع منعدمه تقريبا. المنهاج ضاربين عليه تماره، والاطفال ما فاهمين والو، تيخرج مصمك. وهذا الشيء ما تنقولوش انايا، وانما تيقولوه دراسات اللي منهم دراسه وطنيه دار المجلس الاعلى للتربيه والتكوين، واللي سميتها بنيا، ودارها في عام 2019، وقال فيها باللي 70% من التلاميذ اللي كيقراو في الابتدائي ما ضابطينش المقرر كاع، وفي العربيه غير 42% اللي عندهم مستوى مقبول. وتذكروا هذا الشيء في 2019. في 2020 من بعد بزاف الاضرابات ديال المتعاقدين 100% القضيه تكون كفس. وبلا ما نطولوا في هذه النقطه، حيت حنا كاملين عارفين انه التعليم عندنا كارثه. سير دير تجربه براسك، خرج وسير عند شي تلميذ هكذا انت عرفتي الكفايه ديال التعلم السادس، وقول ليه ينتج ليك نص شفوي، اولا قول ليه كتب ليا غير 60 كلمه وتفرج راسك بلا ما نقول لك. كارثه بكل المقاييس. والوزاره جات قالت لنا غادي نحل الكارثه بهاد المدارس الرائده اللي كتعتمد في الشهرين الاولى ديالها على واحد الميثود كتسمى طارل، واللي هي التدريس في المستوى المناسب. وهذا واحد الاسلوب تعليمي دارته واحد الجمعيه في الهند سميتها براتام. الغايه من هذا الاسلوب الجديد انه يوفر التعليم للاطفال الفقراء في بومباي. الفكره ديال هذا الاسلوب الجديد تتقول باللي انه السبب الحقيقي وراء الكارثه ديال التعليم ماشي هو الاطفال حيت مكلخين او الاساتذه ما باغينش يخدموا، المشكل هو الاسلوب ديال التدريس كيهمل الاطفال في التعليم وكيخليهم كسالى صحة. يعني كتلقى دري في القسم الرابع ما عندوش المعرفه ديال دري في القسم الثالث وهو في القسم الرابع، وما كاينش كيدير، خاصو ينجح للقسم الخامس، والنجاح ديالو مبني على النقاط، خدا النقطه كينجح، هو ما تيعرفش داكشي ديال التحضير، وكيبقى هكذا حتى كياخذ السادس ديالو وكيمشي للاعدادي ما تيقدرش تيخرج للشارع. وهذا الشيء اللي كيبين الارقام الكبيره والضخمه ديال الهدر المدرسي، خصوصا في الاعدادي. راه الهدر المدرسي واصل عندنا 300,000، شي 100
150,000 كتخرج من الاعدادي. وباش تفهموا هضرتي اش بغيت نقول مزيان، نعطيكم مثال بيا انا. مثلا انا في التعليم الاولي ديالي درته في المسيد الجامع، كنتعلم القران واللغه العربيه، يعني التعليم ديالي كامل كان باللغه العربيه، والاحتكاك ديالي مع اللغه الفرنسيه وكان صفر زيرو. والرسوم اللي كنت كنتفرج فيهم كنتفرج فيهم باللغه العربيه، والمسلسلات المكسيكيه كانوا باللغه العربيه ديال غوادالوبي والفريدو، تعقلوا عليهم، وكل شيء بالعربيه. المعرفه ديالي على الفرنسيه تساوي المعرفه ديالي على الشينويه وعلى الجابونيه، صفر زيرو. قريت العامين الاولين في الابتدائي بالعربيه ترونكين، ما كاينش مشكل. في العام الثالث غادي تزاد ديال الفرنسيه، ولكن تخيلوا اشنا هو اول درس عندنا في القسم، اشنا هو؟ جولي مينا جولي كريم. فهمت سطة؟ انا ما فهمش اصلا الحروف، وباركين تسولوني جولي مينا، كتسولني وكتسنى مني نجاوبها، والمشكله كل شي صحابي كيجاوب وانا ما عارف جولي مينا، هما عارفينها. وليت بالضروره انسان كسول، دخلت كسول. والاستاذه ديالتنا اللي كانت سميتها الشعيبيه كانت كتفاعل مع الاطفال اللي فاهمين جولي مينا جولي كريم، وانا واحد المجموعه ديال الجهله بقينا مخبيين في الظل كنخافوا غدوي معانا، خايفين منها لانها عنيفه، وحاسين بالعار ديال الكسل. وتخيلوا معايا انا كنعقل على راسي في القسم الرابع والخامس، الا بغى الاستاذ يعاقبني شنو كيقول لي دير؟ تيقول لي اقرا الفرنسي، وانا تنقرا الفرنسي، واحد ورايا تيملي عليا، يعني يقول لي بلب بلب، انا نقول بلب بلب. فاش كنت كنكتب كان كيكتب الفرنسي، ماشي كنت كنكتب ابي، كنت كنرسمهم، يدير اي حاجه ندير والو الجهل. وبقيت مع الوقت هاد اللغه اللي كتجيب لي هاد المعاناه بديت كنكرهها، وبديت كنفتخر بالجهل ديالي ليها، حتى خديت الباك وتصدمت مع الواقع المر، كل شيء بالفرنسي. وكذا تحكم عليا رغم انني كنت مجتهد في الماط وفي الفيزيك وخديت الوطني ب 14، تحكم عليا انني ما ندوش للتعليم العالي كاع، حدك التكوين والمهن اللي القيمه المضافه ديالها قليله والانتاجيه ديالها ضعيفه، وتكمش وشد الصالير ديال 4000 درهم وسكت. وهذا الشيء كامل بسبب الاهمال ديال القسم الثالث اللي دارته لي الاستاذه الشعيبيه، واللي خلق فيا هذا الغضب العارم. تنخرجوا دابا فهمتي؟ هذه الطريقه ديال الطارل تيتشينغ ات ذا رايت ليفل، التعلم في المستوى المناسب، جايه باش تحل هذا المشكل بالضبط هو، واللي كتعترف بالقدرات ديال الانسان ماشي بالمستوى الرابع الخامس، وانما اشنو كيعرف، واش كيعرف الحروف، واش كيعرف يصوب كلمه، واش ما تيعرفش كاع. وبهذه الطريقه كيولي تلميذ في المستوى السادس، الا ما كانش كيعرف اشياء ديال المستوى التحضيري غادي يهبط في المستوى حتى يتعلمهم. وهنا فين غادي تشبك مع الاباء، وانا جاي لكم الهضره. ولا وصلتي لهنا راك متابع سبيسيال، وبغيت نعرفك على باقي الناس، ميز لي راسك بهذا الرموز اللي كتشوف من تحت ونكملوا باش تفهموا مزيان اشنو جابت هاد المدارس الرائده. خليني نعرض لكم بسرعه اشنو كاين في المدارس العاديه. في المدارس العاديه في الابتدائي كاين 6 ديال المستويات، التحضيري الثاني والثالث والغالي، تيكونوا في العموم 2 ديال الاساتذه، استاذ ديال العربيه اللي تيقري القراءه والخط والاملاء والتربيه الاسلاميه، ومن اللي كيطلع المستوى الرابع كيتزادوا الاجتماعيات، والاستاذ ديال الفرنسيه اللي كيقري الفرنسيه والرياضيات والنشاط العلمي والتربيه الفنيه، وبعض الخطرات التربيه البدنيه، زيدوا كل شيء. وتخيلوا بعض الخطرات بعض المدارس الاستاذ كيقريهم بجوج، عربيه فرنسيه الرياضيات كلش. في المدارس الرائده هاد القضيه مبدله، بدل من جوج ولاو عندنا 3 ديال التخصصات، الاستاذ ديال اللغه العربيه اللي كيقري اللغه زائد التنشئه الاجتماعيه والتفتح، والاستاذ ديال اللغه الفرنسيه اللي كيقري الفرنسيه، والاستاذ ديال الرياضيات والعلوم. الفلسفه كامله مبنيه في المدرسه الرائده على الكفاءات، يعني اشنو هما القدرات اللي خاصهم يكونوا عند الطفل في كل مستوى. وباش يعرفوا القدرات اللي عند الاطفال في كل سن كيديروا لهم واحد الامتحان مع البديل العام واللي كيتسمى الرائز. هذا الرائز تيكون في العربيه والفرنسيه والرياضيات فقط، غير في هاد 3 المواد، باش يحاولوا يفهموا النيفو ديال القدرات اللي عند الاطفال. الرائز كيكون واحد الامتحان تدرجي، يعني كيعطيك واحد الكفاءه وكيتحقق واش الدري كيعرفها، واش مثلا تيعرف يحسب 1 2 3، كيشوفوا كيتيستيو هذا، كيزيد الطرف الثاني، واش كيعرف يحسب 1 + 1، كيجاوب التلميذ هو اللي كيجاوب، وهكذا، واش كيقدر حل الاشكاليه، وهكذا تيكون في هذا الامتحان. الاستاذ كيخدم بشكل فردي مع كل تلميذ، وهو كيدوز هذا الرائز باش كيعرف فين حده، يعني فين جاوب مزيان ولا ما جاوبش مزيان، وهكذا تيحط ليه واحد النيفو قدره، حداه شناهي القدره اللي عنده، واش مثلا حدو الجمع او قراءه الارقام او الضرب او القسمه، تيشد الليفل ديالو، وكيدخل الليفل ديال كل تلميذ في بروغرام مسار اللي ديال الوزاره، رقم ديال التلميذ عنده واحد مسار ديالو، وكيديروا هذه القضيه مع جميع التلاميذ في هاد 3 المواد، فرنسيه عربيه والرياضيات. مثلا في اللغه واش كيقدر يقرا الحروف، كيقدر يقرا كلمه، النص، تيقدر ينتج، وهكذا، كيحطوا لهم تقييمات بحال، وكلشي هذا الشيء داتا كتدخل في برنامج مسار، وهاد العمليه كتسمى الموضع. من بعد ما كيدخلوا المعلومات كامله في برنامج مسار، البرنامج فيه واحد الخوارزميه كتقاد لنا النيفوات، تيقص
قسموا السنه الدراسيه جوج مجموعات، الناس ديال التحضيري حتى الثالث والناس حدا الثالث حتى السادس، وكيشدوا مثلا المجموعه الاولى وكيشدوا الاطفال كاملين، كل واحد عنده موضعه معينه، هل اللي كيعرف الارقام، هل اللي كيعرف الكلمات، هل اللي كيعرف ما عرفش ارقام كبار كيشدوا. برنامج بشكل دقيق كيجمع جروبات، يقدر يكون واحد في الثالث تيقرا مع واحد في التحضيري والثاني، وكيخلط الجروبات وكيصاوب لنا واحد الجروب متجانس عندهم كاملين نفس النيفو في اللغه العربيه، وتقريبا نفس النيفو في اللغه الفرنسيه، وتقريبا نفس النيفو في الرياضيات. يقدر يكون عندهم كاملين نيفو واعر في الرياضيات ونيفو عيان في الفرنسي، وهما مجموعه واحده كيقراو كاملين الرياضيات والفرنسي والعربيه، عندهم نيفو متجانس. ونفس الشيء كيديروا مع المجموعه الثانيه ديال من الرابع حتى السادس، حتى هما كدا وكيجمعوا. راه يقدروا ناس في السادس ما يكونوش عندهم كفاءات ديال شي حوايج خاصهم يكونوا في التحضيري، حتى هما تيقادهم وكيخلي جروب واحد من السادس كيقرا مع الرابع. هادشي اللي قلت لكم هو اللي محطوط النظري ديال هذا البروغرام كامل، وبزاف المدارس كيطبقوه كيف ما هو، كيف ما كاينين مدارس اللي كيطبقوه بالطريقه ديالهم، وهادو في الغالب كيكونوا مدارس كبار كتلقى فيهم بزاف ديال السادس، بزاف ديال الاقسام ديال الخامس، بزاف الاقسام ديال الثالث، ما كيحتاجوش يخلطوا ما بين السنوات الدراسيه، كيبقاو في نفس السنه وكيصاوبوا الجروبات ديالهم وهكذا وهكذا. ولكن في بزاف المدارس كيتخلطوا السنوات الدراسيه، كتلقى مول الرابع تيقرا مع السادس ومول التحضيري يقرا مع الثالث، وهاد القضيه ما كتكونش طيله العام، كتكون فقط في الشهرين الاولى فقط. اشنو اللي كيدير من بعد؟ كيبداو الدروس ديال تصحيح المشكل بالضبط. الى داك الجروب مثلا اللي عندنا ما تيعرفش الارقام 1 2 3 يحسبهم، تمداو خدامين معاه على 1 2 3 يحسبهم، وكيتيقنوا بالتيست اخر كل مره كيديروه انهم قدروا يكتسبوا هذه المعرفه ديال انهم يحسبوا الارقام. الى الاستاذ بان ليه 80% ديال القسم قدر يكتسب ديك المعرفه، كيدوز اللي وراه وهكذا وهكذا حتى يوصلهم للمعرفه اللي خاصهم يكونوا عندهم وهما في المستوى ديالهم. من بعد ما كتسالي داك الشهرين كيعاودوا يديروا لهم رائز اخر اللي وصل النيفو المطلوب مزيان، كيبدا السنه الدراسيه اللي غادي نشرح لكم كيفاش كدوز. واللي ما وصلش النيفو عنده الحق في الدعم، دروس خصوصيه، واللي كيديروا في نفس المدرسه، المدرسه العموميه، وكل مدرسه كتحدد الوقت ديال الدروس الخصوصيه اللي مناسبينها، يقدروا يكونوا بالعشيات كما يقدروا يكونوا السبت ولا الحد، كل مدرسه كتشوف البروغرام ديالها. هاد الدروس الخصوصيه كيكونوا من حق فقط الطلبه اللي ما وصلوش المستوى اللي خاصهم يكونوا واصلين ليه، وما كيكونوش من حق كاع الطلبه اللي وصلوا النيفو ديالهم، وعنده الحق يبقى في هاد الدروس الخصوصيه العام كامل حتى يكتسب دوك المكتسبات. اصح هاد لا ميثود هادي هي اللي كتسمى طارل، وهادي كتطبق فقط في الشهرين الاولى. من بعد كيدوزوا معاهم لبدايه السنه الدراسيه، وهنا البدايه ديال السنه الدراسيه تبدلت الفلسفه ديالها بشكل جوهري. بدل ما كانت كيف ما في القديم كتعتمد على النقاط، الاستاذ كيجي يدير الدرس، التلاميذ كيسمعوا كيتفاعل مع هذوك المشاهدين، كيبقى واحد في الركنه ما فاهم والو، تيجي للامتحان يقدر هذاك اللي في الركنه نقل جاب النقطه صحيحه تينجح وسالينا. لا ما بقاش هك، ولاو كيعتمدوا على الكفاءات لي كومبيتونس، كل كفاءة راه محددة بالضبط، كل درس فيها الكفاءات اللي كاينين ها اشنو خاصهم يعرفوا. وطريقة التعليم من بعد هاد الشهرين كتسمى بالتعليم الصريح. اشنو معنى الصريح؟ يعني كيصرحوا بدوك الكفاءات، وفي المدارس الرائدة راه كيكونوا في الأقسام مطبوعين الكفاءات اللي خاصهم ياخذ التلميذ اللي سالي السنة، وكل كفاءة عندها رمز كيف ما كتشوفوا حدايا. الأستاذ وهو تيقرر الدرس ديالو كيبقى دائما تيستي وكيشوف المستوى ديال التلميذ، إلا التلميذ شد ديك الكفاءة تيقول ليه مزيان متحكم، إلا شدها وكيتعثر تيعطيه نيفو متحكم نسبيا، إلا كان عيان كيعطيه مستوى غير متحكم. كاين ثلاثة نقط فقط أ بي سي، ما كاين لا سبعة لا عشرة لا خمسة الأوائل. والأستاذ كيكونوا عنده كتوبة ديالو واضحين فيهم الكفاءات، وحتى التلاميذ الكتوبة ديالهم مكتوبة فيهم الكفاءات، وكيكون عنده واحد الداتا شو اللي كيعاونوا في الدراسة، وكيستعمل الطريقة التالية. أولا كيصرح للتلاميذ ها أشنو غادي نتعلموا في هذا الدرس، هاد الكفاءة وهاد الكفاءة وهاد الكفاءة. ثانيا كيدير واحد اللعيبه كتسمى النمذجه، يعني الاستاذ كيعطي مثال في الدرس على ديك الكفاءه اللي بغاو، مثلا الحساب ولا كذا تيقول لهم مثال. من بعد التلاميذ ما كيشوفوا داك النموذج وداك المثال كيطلب الاستاذ للتلاميذ انهم يديروا نفس الشيء ولكن بطريقه جماعيه، وهذه المرحله كتسمى الممارسه الموجهه. من بعد كدوز الممارسه المستقله، كل تلميذ كيحاول يجاوب على الاسئله اللي كاين في الكراسه ديالو للهدف ديالو تيقنوا انه اكتسب داك الكومبيتونس اللي في الدرس. والاستاذ تيكون عنده باوربوينت فيه الدرس فيه لا ميثود كلشي ناضي، الاستاذ غير كيراجع باوربوينت كيجي يخدم وكيتهنى من البريباراسيون ديال الدرس في القسم. نسى عندك طحن. وطبعا الاستاذ المدرسه كتوفر ليه بيسي على حسابها ماشي على حسابه، والداتا شو فين يقدر يقري، والمدرسه كتكون مجهزه. راه باش تكون مدرسه رائده خاص ولا بد يكونوا فيها التجهيزات. المرحله الاولى
الاولى ديال المدارس الرائده ديك 626 مدرسه راه كانت تطوعيا من عند المدرسه براسها. يعني المدرسه اللي بغات دير المدرسه الرائده هما اللي كيدخلوا في البروغرام، كيسيني فيه المدير وكيسينو فيه الاساتذه باللي حنا بغينا نديروا المدارس الرائده، عاد باش كتعطاهم التمويل باش يقادوا المدرسه وكل ماده استاذ والداتاشا وهادشي كامل والباوربوينت والكتوبه والتصريح وهاد الفيلم كامل. وهاد الطريقه في التدريس اللي شرحت لكم هي اللي كتسمى بالمدارس الرائده واللي معوله تتعمم في المغرب كامل في الموسم الدراسي ديال 2027-2028. التقرير اللي قلت لكم في الديبا ديال جيبال ديال MIT واللي هو عباره عن مركز لتقييم السياسه العموميه في الدول العالم باسره، الباحثين اللي صوبوا التقرير قالوا حسب العلم ديالنا ما كاينش شي برنامج اصلاحي ديال التعليم في العالم باسره عنده لامباكت اللي حققاته المدارس الرائده، امباكت خيالي وما كاينش بحالو في العالم. هذا الشيء ماشي انا اللي كنقولوا، العهده على الباحثين. راك عرفتوا الباحثين راه كيخافوا على راسهم. عبروا لي كومبيتونس ديال التلاميذ ديال 276 مدرسه كاملين اللي نصهم رائده ونصهم ماشي رائده، وخلوهم تيقراو كل واحد الطريقه ديالو، حدا رائده وحدا لا، وفي الاخر ديال العام عاودوا مشاو عبروا لي كومبيتونس ديال كلشي ولقاو النتيجه التاليه. التلميذ المتوسط في المدرسة الرائدة كيحقق نتائج كتفوت 82% من تلميذ في مدرسة عادية. نسبة الإجابات الصحيحة في الامتحانات ديال الطلبة ديال المدارس الرائدة وصلت 62% مقابل 44% اللي كاين عند الطلبة ديال المدرسة العادية. أكثر مادة كان فيها التحسن هي اللغة الفرنسية وكتبعها الرياضيات عاد باش العربية، والتأثير كان إيجابي بشكل كبير على التلاميذ اللي كان المستوى ديالهم أضعف بكثير، والتأثير على البنات كان شوية أكبر من الدراري. تقريبا نفس هاد النتائج اللي خرجت هاد الدراسة تتخرجهم الدراسات اللي دارت على بروغرام طارل اللي دار في الهند. من هادشي اللي لقينا في هاد البحث وحنا كنوجدوا لهاد الفيديو تيبان لينا باللي الأمور غادي وكتحسن وبالأرقام والمؤشرات وداكشي علمي ومريقل، ولكن كيبقى عندنا سؤال وتخوف، واش هادشي غادي يقدر ينجح خصوصا مع الغموض ديال المؤسسات ديالنا اللي ما كتدويش وكتخلي اباء تيتقلقوا ويكعاو ملي يشوفوا ولدهم في السادس الشهرين الاولى تيقرا في الرابع، وكيجيب ليه الاب ان ولده غادي يبقى ديما في الرابع. شي تواصل شحال مهم، وكيخلي مجموعه من الاباء كيديروا مظاهرات قدام المدرسه خوفا من هذا المشكل اللي قلت لكم. التجربه ديال المدارس الرائده بدات كدوز حتى للاعدادي، وحاليا راه كاين واحد المجموعه ديال المدارس اللي كيتيستا فيهم هذا البرنامج في المغرب. وانا بغيت نعرف دابا الراي ديالك من بعد ما سمعتي الهضره كامله، واش في نظرك هذا هو الحل اللي غادي يقلب التعليم ديال المغرب من الجذر وغادي يدير واحد النهضه كبيره، اولا ما غادي تبدل الوزاره غيتبدل الفيلم كامل ويخرج لنا شي كتاب اصفر وابيض والالوان وتاريخ التعليم راه دوينا فيه هذا الشيء كامل. بغيت نعرف الراي ديالك لتحت في التعليق، وبغيتك تكون صريح معايا واش هاد الشيء غادي يمشي ولا لا، ودخل للمصادر وتقل من الهضره اللي قلت لك. على الله تعجبك هاد الفيديو، لا انا لا فريق العمل ضربنا فيها خدمه كبيره باش ننجحوها. اقل جيست ممكن دير معنا هو تبارطاجيها مع الاصدقاء ديالك ولا دير ليها واحد جيم او لا تابونا في القناه يوتيوب. شكرا على المتابعه ديالك وتهلا.